هاتفيا بينضم لنا الاستاذ محمد يحيى رئيس القسم الرياضي بجريده الوطن. استاذ محمد مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا دكتوره، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، عايزه اعرف اخر الاخبار والتشكيل المتوقع يا فندم. يعني نادي الزمالك معسكر من يومين في برج العرب عشان المباراه، يمكن المباراه دي يعني خدت حيز اكبر من حجمها بسبب تاجيلها. المباراه المفروض كانت مقرره الاسبوع اللي فات او يوم العيد تحديدا، ولكن تم تاجيلها وفقا لقرار امني ان هي تقام النهارده ان شاء الله. فالزمالك باذن الله هيلعب بتشكيل يعني ميكس ما بين الصفقات الجديده اللي جت. كابتن طارق يحيى هيعتمد على عدد كبير من الصفقات الجديده بالاضافه للاعبين اللي كانوا موجودين بالفعل، لان الزمالك بيفتقد بعض اللاعبين بسبب عدم الجاهزية الفنية وعدم اكتمال شفاء بعض اللاعبين. فهيكون التشكيل مكون من محمد عواد، صفقة جديدة لنادي الزمالك، هيكون هو حارس المرمى. ناحية اليمين هيكون التونسي حمدي النجاز، المساكين هيكون محمود الونش وجنبه محمد عبد الغني نظرا لإصابة محمود علاء. ناحية الشمال هيلعب محمد عبد الشافي، لاعب برضه صفقة جديدة بالنسبة لنادي الزمالك السنة دي. عبد الشافي طبعا أحد الخبرات الكبيرة في نادي الزمالك، ولكنه كان بيلعب في أهلي جدة السعودي ورجع السنة دي لنادي الزمالك. وسط الملعب هيلعب محمد حسن، وسط ملعب مكان طارق حامد اللي لسه لم يجهز بشكل كامل لبداية الموسم، هيلعب جنبه التونسي الثاني فرجاني ساسي. خط الهجوم هو اللي هيبقى فيه تغييرات اكتر شويه، هيلعب فيه اشرف بن شرقي وكريم بامبو ومع يوسف اوباما. اشرف بن شرقي وكريم بامبو صفقتين جداد بالنسبه لنادي الزمالك، اوباما طبعا من اللاعبين الاساسيين. خط الهجوم هيكون بنسبه كبيره عمر السعيد هو اللي هيشارك بشكل اساسي يعني على حساب مصطفى محمد الصفقه الجديده، وهو لاعب الزمالك كان معار طلائع الجيش ورجع لنادي الزمالك. الزمالك النهارده بيتسلح بجمهوره اللي هيبقى موجود في ملعب برج العرب اللي بدا يتوافد بشكل كبير على الملعب قبل ساعات من المباراه. ان شاء الله الزمالك يقدر يحقق فوز كبير النهارده على فريق ديكاداها قبل مباراه العوده اللي هتبقى يوم 23 من اغسطس الحالي. للمباراتين زي ما حضرتك قلت هيتلعبوا في مصر، لان بطل الصومال شايف ان هم يتلعبوا في مصر والزمالك هيتحمل التكلفه بتاعه استمرار الفريق هنا في مصر عشان يوفر فكره السفر للصومال ولعب المباراه هناك، اريح بالنسبه للزمالك واحسن كمان على مستوى الامان بالنسبه للاعبين. فاعتقد ان فرصه الزمالك اكيد هي الاكبر في التاهل. المباراه بيقودها فنيا الكابتن طارق يحيى اللي المفروض ان هو متولي المهمه بشكل مؤقت لحين تعاقد نادي الزمالك مع مدير فني جديد المفترض ان هو هيعلن خلال ايام، يعني ما كانش بكره هيكون بعده المدير الفني الاجنبي الجديد لنادي الزمالك اللي هيكمل الموسم، والكابتن طارق يحيى تنتهي مهمته عند مباراه دي كده. طيب استاذ محمد، يعني مع عوده محمد عبد الشافي للزمالك ومع الاداء الرائع اللي قدمه عبد الله جمعه الموسم اللي فات، ازاي حضرتك يعني بتتوقع الفتره اللي جايه انها تكون الموازنه في اللعب خاصه انهم في نفس المركز؟ بالتاكيد الزمالك بيلعب في اكتر من اتجاه، بيلعب في اكتر من بطوله، بيلعب في بطوله دوري ابطال افريقيا، بيلعب في كاس مصر، بيلعب في الدوري. عبد الله جمعه قدم مستوى مميز زي ما حضرتك قلت في الموسم اللي فات، ولكن في النهايه لما عبد الله جمعه كان بيتعرض للايقاف او للاصابه او بيغيب لاي سبب من الاسباب نادي الزمالك بتبقى عنده مشكله كبيره في الناحيه الشمال. محمد عبد الشافي واحد من اللاعبين اصحاب الخبره الكبيره في الدوري المصري ومع نادي الزمالك ومع منتخب مصر، فاعتقد ان وجوده هيبقى عامل مساعد قوي يقوي الجبهه الشمال. مفيش مانع ان ممكن في ماتشات معينه يلعبوا هما الاثنين مع بعض واحد، يعني عبد الله اصلا بيلعب كبلاي ميكر ممكن يلعب قدام محمد عبد الشافي، وعبد الشافي برضو هيبقى في ماتشات هينفع يعتمد عليه فيها وماتشات لا، برضو بحكم ان سنه كبير شويه فمش هيبقى هو الاساسي بالنسبه لنادي الزمالك. يمكن عبد الله جمعه بيغيب عن المباراه دي هو كمان لعدم الجاهزيه، فبالتالي محمد عبد الشافي بيشارك بشكل اساسي. يمكن في قائمه نادي الزمالك لسه حتى الان بهاء مجدي الظهير الايسر ما رحلش عن نادي الزمالك، ولكن الاساسيين اللي هيعتمد عليهم خلال بطوله افريقيا وخلال مباريات الدوري هيكون محمد عبد الشافي وهيكون عبد الله جمعه. وده كمان اعتقد بيتوقف على حسب المدرب، وحضرتك قلت انه هيتم الاعلان لسه عن المدرب يعني القادم للزمالك، هل من المتوقع انه ما يكونش المدرب الصربي اللي كان اعلن عنه رئيس الزمالك؟ لا، هو بنسبه كبيره مش هيكون هو المدرب الصربي، يمكن حتى في تصريحات امبارح ما قالتها بعض المواقع الالكترونيه لرئيس الزمالك ان الكسندر ميلوفيتش المدير الفني الصربي مش هيكون هو المدير الفني اللي جاي لنادي الزمالك. كمان
الكسندر نفسه عمل تصريحات ان مسؤولي الزمالك فعلا كانوا بيفاوضوه، ولكن ما اكدوش عليه ان هم عاوزينه كمدير فني للفريق لحد دلوقتي. فمعنى ذلك ان هو لسه مش بشكل نهائي هو المدير الفني لنادي الزمالك. في كلام عن تجديد المفاوضات مع الارجنتيني رامون دياز، مفاوضات مع مدربين اخرين، تجديد مفاوضات مع فيريرا، ولكن حتى الان لم يتم الاعلان بشكل رسمي عن المدير الفني لنادي الزمالك، وغالبا مش هيكون الكسندر هو المدير الفني لنادي الزمالك. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ محمد يحيى رئيس القسم الرياضي بجريده الوطن.